رائعة جدا هنا في الدمام، ممكن تكون أروع بالنسبة للنصر. النصر يصل له يا كرة الغنام في الجانب الأيمن، العرضية تاليسكا ما ركبت على قدم، عادت من جديد، ممكن تركب ركلة جزاء أمام الاتفاق. صاروخ ماديرا، صاروخ ماديرا يقصف معسكر الكوموندو، يقصف معسكر الكوموندو، يقصف معسكر الكوموندو، ويصنفها مراقب بأنها مباراة الأهداف. هذه الصورة أقول ذلك أنها واحدة من المناسبات الرائعة الرائعة الرائعة. النصر أصبح غير عادي، تمريرة أوتافيو باتجاه غريب، ثم الدول ثم الدخول، بوشل باتجاه ماني، تحضير شمس النصر تضيء الشرقية.